عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم؟ لاباس عليكم بخير، بصحة، دارت عنا الوباء اللي نجيفو في نفترة حركة جو ندبو بحالة بات سبشتة إن شاء الله. إيه بحالة بات سبشتة، والله رفع عنا الوباء يا ربي، بحالة بات سبشتة إن شاء الله. نجي نهار ليكم القصة داكشي البارح مع واحد اللي في الدار. هي ماشي ديالتي، ناس هنايا كني عندهم ثلاثة كلهم كحلات وما كانوش مغليين، كنت وقت ما مشيت عندهم ما تيعجبونيش، تنقولو مش بيتو هاد ماشي كاسيون شو غاسيز من هاد المدرعات تاع حماق على الكحل، ولكن المهم جات المهم جات حملة، جات ولدات هنايا عندنا، ولدات وليداتها ما تيشبهوش فيها. المهم تبارك الله لقات طالو الحمد لله، ولات بخير، ولات غزالة، عرفتي مع الكحل الا طاليتي فيه ولات رفيعة تبارك الله. المهم هي ما تبانش، وليداتها هما كاينين بداو تيكبروا. المهم انا دخلت البارح لبيتي لما كملت هذاك الفيديو ديال عايشة قنديشة سلامة قولا من ربي الرحيم، ديك الديرة اللي درت تلقاها خارجة من تحت الناموسية. المشكل هو خرجت من تحت الناموسية حيت انا درتها كوسنة الحس شفت فيها، وهي الدور شتي كأن بنادم كاينش مزاح، بنادم وقفات ودارت وزعما بحال تقول ليا يالو هاني و تشوف فيهم خنزرة فيا. من على خلع وليت تفد عليا الباب مع جوج بيبان، ثلاثة البيبان في البيت عندي هادوك البالكونات، المهم جوج بيبان وليت تندخل نسد وخارجة سد، عفسي دارت وبقات شي قسم وهي دايرة فيا ديك مدورة وجهها بحال شي حد الى ما عرفش داك الاحساس كيف نقول لكم. انا الليل بوحدي في البيت بوحدي فوق خلعت مت في جلوتي، قلت راجلي ما يمكنش جوها ما يسمح لي يا رب، كان تدخل عيني قلت لي انا ما عملي حملتهم عند ماليهم، انتوك الناس ماليهم ما تنحملهم ما تنقبلهم. هي جات ولات قعدات هنا، ولدت وليداتها، وليداتها هما قاعدين، ولكن هي راه ما تتشوفيها مرة فعرت في شحال تتعطي كاع لولادها ولا تتعيطي مسوسو تتعيطي، وهي ما تجيش تيجي وليداتها بعد المرات اللي تتبان صافي زاد تخلعتني هاد المشة بين صورها وما تتلقايهاش باش تصوريها، هي مشة غزالة في الكحل كلها كحلة، واش حاملة بغات تولد انا ما باقي عارفش. المهم ديك الشوفة اللي شافت فيا وحدقات فيا وبقات شي قسم وهاداك وهي واقفة تدايرة مدورة راسها وتتشوف فيا، راه الهبال هذا راه ما بقى يتهضر ساندي. انا قلت الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد، راه ما بقى يتهضر، بقاي تقول لي يا واقف هادشي البابا هادشي اللي بقى هاي تهضر. صافي انا صافي تصدام شي ما بقى عارفه شنو ندير، ولا في على الكتلاب بخيمي دي متكيه وتنسمع له في قني واحد الضربه تهزيت تنقول واه تنديرها هكا تنقول اش هادشي وما تلقى والو حدايا، تقول لي هي كاينه تحت الكادري ديال البيت ديالي المضربة عندي كاينة تمايا، كان لي أثرت هاك خرجت من جنبي من الجنب ديالي خرجت وغادية للباب، وحيت بقيت أنا تنشوف فيها تصوري أنا ما قصتها ما والو، بديت تنشوف فيها وهي الدور وهي تخنزر فيا، دوك التخنزات كتلك واقفة تتخنزر ومدورة راسها وتتشوف فيا. صافي مت أنا في جنابي، مت في جنابي وليت سدت عليا الباب ما تنحلوش،
داخلة سادة وخارجة البيبان كلهما. أكدش خلعتني مثلا أدي، أنا كنت أنا تعقدت من مش النهار، كنت ربيت واحد المشي نجي تعقدت أونفان، كنت شات واحد تمشي شات خلعت عليا هكذا زوينة سبحان الله العظيم، صغيرة ما صغيرة ما كبيرة، مويه وين داشي 3 شهور 4 شهور هكا زوينة. عرفتي مرة وحدة دارت ليا كاكا في الصالون، هزيتها شممتو ليها ديتها للطواليت قلت لها هنا أول مرة وآخر مرة، باقي تدار تما ديما تدخل للطواليت دايرة ليها كارتون طاو واحد المشى سبحان الله العلي العظيم، واحد المشى لا إله إلا الله محمد رسول. أديك آخر مرة ربيت الحيوان، آخر مرة ربيت حيوان، باقي ما ربيت بنتي الكلب وداكشي وتفالي هاكايا مرضاتو وديك الهضرة وتفقساتو، كنت يتبعها فوق الموتور تقرا يتبعها، تخرج الشنطي تقول لي هذه كسيري في حالك رجعي، لك راه تبارك الله راه ما شاء الله عادي كبيرة. أم هديبة هذه الكلبة، أم هديبة وبا بولدك بتقطع الطريق تبارك الله، وهذيك بنتي هي اللي كانت تدي لها الماكلة. أنا المهم من نهار هذه المشيشة وتوفات لي واحد العشية تنشوفها تتمن بنت مسكينة، نشوفها تتمن وتتغوت وتتمن وتتغوت، ما عرفت ما نديرها، توفات هي واكله على كل شيء، سم ما عرفت انا ما ندير لها وكنت بوحدي. نادي كانت تعقدت من الحيوانات، ما باقي حملت ربي لا لا هذا اصلا، انا في يدي قاشتي ازماتيك ما يمكنش ليا نمشيش نحطهم حدايا، جادوغ لي شيان مي لي شيان مع هنا الكلاب ما كندخلهمش حنا كمسلمين. والسلام عليكم، وهذه حكايتي مع القط، السلام عليكم.